أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وإليكم أبرز العناوين. المراقب العراقي: حكومة المرحلة تتحالف مع كورونا وإخفاقها يحرق المصابين. وتعنون العربي الجديد: العراق، عودة كواتم الصوت. العرب اللندنية: قتيل في مظاهرات ليلية غاضبة بالعراق احتجاجا على انقطاع الكهرباء. وفي تقرير للواء اللبنانية: المقدسيون يخوضون معركة الدفاع عن الأقصى وعروبة المدينة. في زاوية مقالات يكتب قاسم العبودي في المراقب العراقي: جمهورية الرعب، ابن الخطيب شاهدا. وتكتب ولاء السامراء في العربي الجديد: العراق من المقاومة إلى الثورة. فاصل قصير وتأتيكم التفاصيل. قالت صحيفة المدى العراقية إن ابن الخطيب تسجل أول فاجعة عراقية في 2021. وأوضحت المصادر أن الحريق سببه الإهمال المرتبط بالفساد في بلد مستشفياته في حالة سيئة، إضافة إلى هجرة عدد كبير من أطبائه. وفي ذات السياق قالت صحيفة المراقب العراقي: حكومة المرحلة تتحالف مع كورونا وإخفاقها يحرق المصابين. ويقول مراقبون إن هذه الحادثة دقت ناقوس الخطر على فشل المنظومة الصحية ووجود ملفات فساد كبيرة مرتبطة بسلامة المواطن العراقي. وعنونت صحيفة العربي الجديد: عشرات الضحايا جراء اندلاع حريق في مستشفى ببغداد يضم مرضى كورونا. وبينت مفوضية حقوق الإنسان أن الحادثة تمثل جريمة بحق المرضى الذين اضطروا إلى الذهاب إلى المستشفى لشدة المرض، فكانت النتيجة أن يحترقوا بدل التشافي. وفي عنوان آخر للعربي الجديد: محاكمة عادل عبد المهدي في فرنسا هي رهن رد القضاء. وبحسب الولاية القضائية الفرنسية فإنها تملك صلاحية محاكمة أشخاص متورطين بجرائم ضد الإنسانية خارج الأراضي الفرنسية. وعنونت العربي الجديد: العراق، عودة كواتم الصوت. حيث يواصل العراق تسجيل عمليات اغتيال تنفذها جماعات مسلحة عبر الطرق التقليدية بإطلاق الرصاص على الضحية مع إفلات دائم من العقاب. وإلى صحيفة العرب اللندنية: قتيل في مظاهرات ليلية غاضبة بالعراق احتجاجا على انقطاع الكهرباء. وتشهد المحافظات العراقية احتجاجات متواصلة لزيادة ساعات قطع التيار الكهربائي، وهو ما ساهم في تأجيج الغضب الشعبي. وتساءلت العرب اللندنية: خلاف بين العامري والخزعلي أم صراع بين الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية؟ وهذا النوع من الصراع عادة ما يرتبط بالشخصيات الإيرانية الرفيعة. وتقول مصادر عراقية مطلعة إن هذه الصراعات هي أعراض غياب سليماني الذي كان يمسك بملف الميليشيات بقوة. وفي تقرير لصحيفة اللواء اللبنانية: المقدسيون يخوضون معركة الدفاع عن الأقصى وعروبة المدينة. وتشكل حماية المدينة المقدسة إصرارا على فلسطينيتها وأنها عاصمة دولة فلسطين المستقلة، ودفاعا عن قضايا الأمة العربية والإسلامية والمسيحية وأحرار العالم. وهذه انتقالة المشاهدين إلى الكاريكاتير.
من المقالات يكتب قاسم العبودي في المراقب العراقي جمهورية الرعب ابن الخطيب شاهدا. ويعتقد العبودي أن الفساد الذي استشرى في المفاصل الحكومية أصبح ثقافة متداولة بين الإدارات المتعاقبة التي لا تقيم وزنا لحياة الناس ولإدانة نفسها واعترافها بالتقصير والإهمال. ويتساءل أثير ناظم في المدى العراقية، هل هي أغلبية طائفية؟ ويرى الكاتب أن الأغلبية الطائفية الضيقة ترسم ما يتعلق بالدولة من خلال منظورها الضيق، وباتت واحدة من أخطر ممزقات النسيج الوطني، وهي بين الأحزاب والكتل الحزبية المؤتلفة على مسمى الأكبر والأصغر والأقل والأقلية. وتكتب ولاء السامرائي في العربي الجديد: العراق من المقاومة إلى الثورة. تقول السامرائي: بدأت المقاومة الشعبية التي عرفت بأنها أسرع مقاومة في العالم وأكثرها إيلاما للمحتل، ولم تتأخر الاحتجاجات ضد الاحتلال الإيراني، إذ اشتعلت التظاهرات منذ العام 2011 وانتقلت شرارتها إلى مدن الجنوب لتسقط قدسية الشخصيات والأحزاب الدينية المصنوعة في إيران. سينضم إلينا بعد قليل في حوار أسبوع الصحافة الدكتور عبد الرزاق الدليمي، أستاذ الإعلام في جامعة البتراء. يسرنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من عمان الدكتور عبد الرزاق الدليمي، أستاذ الإعلام في جامعة البتراء. مرحبا بك دكتور عبد الرزاق إلى هذا الحوار. أهلا وسهلا. أهلا بك. نبدأ من فاجعة مستشفى ابن الخطيب في بغداد وعشرات الضحايا من المرضى الأبرياء في حريق سببه الإهمال المرتبط بالفساد في بلد مستشفياته في حالة سيئة، وأيضا هجرة عدد كبير من أطبائه إلى خارج العراق. في أي إطار تضع هذه الفاجعة المؤلمة؟ شكرا جزيلا ورمضان مبارك على جميع متابعي ومشاهدي قناة الرافدين المجاهدة. حقيقة أنا شخصيا لا أتفاجأ، وربما مثلي كثير من العراقيين، لما حدث وسيحدث في المؤسسات التي تقبع تحت هيمنة وسيطرة لحكومة فاسدة والنظام فاسد. طبعا هذه الأحداث التي يعني نستطيع أن نضعها ضمن إطار أحداث كارثية كبيرة ولمت في الشعب العراقي المسكين المغلوب على أمره من احتلال بلده، ولحتى الآن يعني هذه طبعا نتاج طبيعي لهذا النظام الفاسد المتهرئ الذي جيء به لكي يغير مسار هذا البلد وهذا الشعب الكبير العظيم، من شعب مثمر، شعب يحاول أن يكون بين صفوف المتقدمين من شعوب العالم في التقدم والمدنية والحضارة. وطبعا أنا أعتبر هذه هو استمرار لعملية تهديم سمعة وصورة الشعب العراقي أمام العالم، خصوصا فيما يتعلق بتحطيم البنية التحتية، خصوصا ما يتعلق في الخدمات الصحية وكذلك خدمات أخرى. ولذلك ما حدث في مستشفى ابن الخطيب طبعا هو جزء من منظومة كبيرة من الأحداث الكارثية التي تلم بالشعب العراقي، ليس فقط في المؤسسات الصحية وإنما في كل مؤسسات الدولة الأخرى، نتيجة هذه الهيمنة وهذه السيطرة للأحزاب الفاسدة التي تتحكم بمصير العراق بعد الاحتلال. نعم، يقول مراقبون إن حكومة المرحلة تتحالف مع كورونا وأن إخفاقها يحرق المصابين، وهذه الحادثة أيضا دقت ناقوس الخطر على فشل المنظومة الصحية ووجود ملفات فساد كبيرة مرتبطة بسلامة المواطن العراقي. برأيك لماذا دائما المواطن العراقي هو الضحية؟
حقيقة من ينتبه إلى ما يصرح به المتنافسون في الفساد تلاحظ أن بعضهم يتهم البعض الآخر فيما يحدث. يعني على سبيل المثال كبير القتلة والمجرمين اللي هو نوري المالكي في تصريح له يقول أن هناك 10 مستشفيات يدعي أنها بنيت، وأن الشخص المعني مدير عام هو الذي كان سبب في عدم افتتاح هذه المستشفيات أو تعطيل افتتاحها. وعندما سئل عن السبب قال أنه يتبع إلى التيار الصدي، بمعنى أن هناك حتى لو كان هناك رغبة، وهذا طبعا أشك فيها، يعني أترك هناك رغبة في أن تبنى بعض المؤسسات التي تخدم المواطن، نلاحظ أن هذه المؤسسات تهدم وتحطم من قبل جهات أخرى، بمعنى أن هناك أيادي دائما تحاول أن تضر بالمواطن الذي هو ضحية. طبعا لا المالكي ولا الصدر ولا غيرهم من دول الناس الذين سرقوا وقتلوا ونهوا الشعب العراقي سيكونون ضحية، الضحية دائما هو المواطن العراقي الذي يعاني من كل شيء. ويمكن حضرتك والمشاهد الكريم لاحظ هذه مسرحية الميزانية التي قيل عنها الكثير، كيف أنها عندما تم مناقشتها وتمريضها كان الضحية الأول في هذه الموازنة هو المواطن العراقي، بينما يفترض أن مناقشة هذه الميزانية أو غيرها طبعا يجب أن تكون في المقدمة أنها في خدمة المواطن العراقي. سعر الدولار صعد، الأسعار المواد في الداخل صعدت. يعني أنا باحثت أحد أصدقائي اللي يشتغل في القطاع الصحي هل أخذت اللقاح؟ قال لي أنا لا أثق بهذه الحكومة ولا بهذه الدولة، ولذلك لا أستطيع لا أنا ولا عائلتي ومثلي كثيرين من أخذ اللقاح لأننا نخشى من نتائجه السيئة، الاحتمال أن هذا اللقاح يكون يعني غير موثوق أو غير ما تم إشاعته أنه اللقاح جيد أو لقاح من مصادر جيد. نعم، أيضا في ذات السياق يرى متابعون للشأن العراقي أن الفساد الذي استشرى في المفاصل الحكومية أصبح ثقافة متداولة بين الحكومات المتعاقبة والتي لا تقيم وزنا لحياة الناس ولا لإدانة نفسها واعترافها بالتقصير والإهمال. لماذا الإصرار الدائم على إبقاء العراق والعراقيين بلا وطن وبلا كرامة؟ حقيقة أنت تعرف جنابك وأيضا يعرف كل الناس الذين يدركون حقيقة احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والكيان الصهيوني ودول أخرى تسير في هذا الاتجاه أو تدعم هذا الاتجاه الظالم في العالم، أنه احتلال العراق كان ضمن مشروع يعني عدة سلفا بصرف النظر عن من يقود العراق. هذا المشروع طبعا توجهاته واضحة جدا، أنه العراق كان يتحرك باتجاه أن يكون واحدا من الدول المتقدمة في العالم، يكون له تأثيره الإيجابي على المنطقة، وأيضا يكون له حضور دائم بين المنظومة الدولية التي ممكن أن تخلق توازن دولي على أقل تقدير في منطقة الشرق الأوسط. ولذلك جاء الاحتلال ليعطل هذا الجهد وحول العراق من دولة تتحرك باتجاه وبمنظومة مخطط لها أن تكون دولة فاعلة ومؤثرة في محيطها وأيضا على المستوى الدولي، وأن تكون العراق سباق ورائد في كل مجالات الحياة. يعني العراق كان يشار له بالبنان بالجوانب، يعني الخدمات الصحية، بالزراعة، بالصناعة، بالتعليم، في كل مرافق الحياة. ولذلك جاء الاحتلال لكي يعطل كل هذه المنظومات الإيجابية ويحول العراق إلى بلد كله مشاكل، كله كوارث، وهذه الكوارث لا تؤثر على داخل العراق فقط، وإنما أيضا بدأت تؤثر بشكل سلبي على كل محيط المنطقة. وهذا
حقيقة ما جعل كثير من الدول أو الأنظمة في المنطقة وخارجها يتندمون، بما في ذلك كثير من الأصوات التي كانت تدفع باتجاه العراق في الولايات المتحدة الأمريكية، في بريطانيا، في فرنسا، الآن بدأت تعلن ندمها وأنها كانت مخطئة وأنها لم تكن تتوقع ما حدث وسيحدث في العراق بعد احتلاله. طيب، هناك عنوان يقول العراق عودة كواتم الصوت، حيث يواصل العراق تسجيل عمليات اغتيال تنفذها جماعات مسلحة عبر الطرق التقليدية، وذلك بإطلاق الرصاص على الضحية وثم الإفلات الدائم من العقاب. بماذا تفسر الإفلات الدائم من العقاب؟ هو حقيقة يعني المشهد يكاد يصبح واضحا جدا، أو أصبح واضحا جدا. يعني بالبداية كان دائما تشار أصابع الاتهام إلى جهات مجهولة، الآن يعني أصبح واضحا أن هذه المنظومة السياسية الفاسدة جميعها تمتلك يعني مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، وإن حاولوا أنه البعض منها يعطوها صفة الشرعية عن طريق ربطها بالدولة الفاسدة. فالذين يقتلون والذين يغيبون طبعا هم كلهم محسوبين على الدولة، وهم كلهم مشاركين في الدولة. فاعتقادي الذي يقتل وهو يمتلك غطاء السلطة لا يمكن لأحد أن يحاسبه، ومن ثم من الذي يحاسب إذا كانت هذه الجهات السياسية تهيمن على القضاء وتهيمن على المحاكم وتهيمن على أجهزة الشرطة وتهيمن على جهات التحقيق، فمن الذي يحاسب؟ ما تزال احتجاجات الشباب العراقي الثائر مستمرة على الوضع المتردي، وآخرها قتيل في مظاهرات ليلية غاضبة في بغداد احتجاجا على انقطاع الكهرباء المستمر. لماذا الاستخدام المتواصل لآلة القمع ضد المطالبين بالحقوق المشروعة؟ التصور اللي كان موجود يعني انه الشعب العراقي سيبقى مخدر، خصوصا محافظات الوسط والجنوب، يعني الفرات الاوسط وجنوب العراق تحت غطاء ما يسمى بالتأثير الديني والقدسية الدينية. وطبعا هذا الاقتناع كان سائد الى حد يعني كبير خلال حد سنتين السابقة. يعني أتذكر إلى أنا مرة سألت أحد الإخوان من الناصرية، قلت له رغم هذا يعني البطش وهذا التأثير السلبي وهذه يعني التغييب الكامل للخدمات للمواطنين في جنوب العراق، لماذا هذا السكوت؟ قال لي رجال الدين، رجال الدين هم السبب. طبعا أنا أعتبر تجاوز هذه العثرة، تجاوز هذه يعني هذه الحقيقة السلبية الكبيرة اللي هي اسمها قدسية بعض الأشخاص، قدسية بعض الطقوس الدينية، تجاوزها أعتبرها طبعا نقطة تحول كبيرة وممكن أن يبنى عليها في المرحلة. نعم هي ليست بالمستوى الذي نتمناه، ولكن مجرد أنه المواطن العراقي خرج من هذه العباءة إلى عباءة الوطن، عباءة المطالبة بالحقوق المشروع، أعتبر هذا إنجاز كبير جدا. ولذلك أقول أن المواطن خصوصا عندما يرتفع لديه الوعي إلى المستوى المطلوب ومحاولة التفتيش والبحث عن الوطن وليس عن الخدمات، لأنه أنت إذا ما عندك وطن تعيش به بأمان، وطن يقوده أبناؤه، طبعا لا يمكن أن يتحقق أي شيء. ولذلك أتوقع أن عمليات يعني الوقوف بوجه السلطة والنظام الفاسد القائم ستستمر وسترتفع. صحيح لا نستطيع أن نبني عليها يعني خلال فترة قريبة قادمة، ولكن بالنتيجة ستكون النهاية والموقف والحسم سيكون بيد الشعب العراقي إن شاء الله. نعم، الأغلبية الطائفية الضيقة في العراق ترسم ما يتعلق بالدولة من خلال منظورها الضيق،
وهذه باتت واحدة من أخطر ممزقات النسيج الوطني العراقي. فالطائفية هي بين الأحزاب والكتل الحزبية المؤتلفة على مسمى الأكبر والأصغر والأقل والأقلية. هل ترى أن هذه المسميات ستبقى في الانتخابات المقبلة؟ أتوقع يعني ستستخدم، ولكن لن يكون لها يعني إلا اللهم إذا صار شيء، يعني إذا اخترعوا شيء أو ابتكروا حدث معين خلال هاي الأربعة أشهر أو خمسة أشهر إذا صارت انتخابات. طبعا أتوقع يعني سيكون لها بعض الحظوظ، ولكن ليس كما كانت يعني بالدورات الانتخابية السيئة السابقة. يعني ما راح يحدث شيء مثل ما حدث بالانتخابات الأولى والثانية والثالثة. يعني الشعب الآن بدأ يفهم، بدأ يعني سابقا كانوا يتحدثون عن المظلومية، طبعا الآن أصبحوا يتحدثون طبعا بشعارات أخرى مناهضة لها بعد ما شافوا أنه هذول الناس الذين تم انتخابهم في البداية أو دفعهم إلى الخط الأول بالسلطة وبالحكومة وبالنظام هم أكثر الناس إضرارا ويعني إيذاء للمواطن العراقي وإساءة للمواطن العراقي من غيرهم. ولذلك حظوظ هذا يعني هذا الشعار وهذه الشعارات الطائفية لن تكون يعني حظوظ كبيرة جدا. بشأن محاكمة عادل عبد المهدي في فرنسا وهي رهن رد القضاء الفرنسي على مقتل واختطاف متظاهري ثورة تشرين، حيث بحسب الولاية القضائية الفرنسية فإنها تملك صلاحية محاكمة أشخاص متورطين بجرائم ضد الإنسانية خارج الأراضي الفرنسية. هل تعتقد أن محاكمة عبد المهدي باتت قريبة؟ والله شوف، لكل فئر فئر، يعني رغم يعني أنا بعض الشيء أقول يعني متطلع إلى أن تتم المحاكمة وينتج عنها يعني قرارات قد تثلج قلوب العراقيين المكروهين من وجود عادل عبد المهدي والنظام. يعني أنا في قرار نفسي أنه هذا النوع من المحاكمات هو حقيقة هو محاكمة لكل الفاسدين وليس لعادل عبد المهدي اللي هو واحد من هذه الرموز السيئة التي قادت العراق خلال الفترة الماضية. طبعا هناك ثقة كبيرة في منظومة القضاء الفرنسية، يعني معروف الفرنسيين هم بعد العراقيين في تشريع القوانين، يعني العراقيين سبقوا الفرنسيين بآلاف السنين. أعتقد منظومة القضاء الفرنسية منظومة إلى حد ما يعني جيدة إذا ما قارناها بالمنظومات الأخرى، وأعتقد يعني شبه جازم أنه هناك إمكانية فعلا لتحقيق العدالة ضد أحد المجرمين، أحد القتلة الذين يعني حقيقة أن عادل عبد المهدي يشوفه مو فقط منظومة سياسية فاسدة، وإنما أيضا منظومة قهرية إجبارية لوعت الشعب العراقي وأذاقت الشعب العراقي، خصوصا في المرحلة اللي تبعت بداية الاحتجاجات والثورة الشعبية. في الختام أشكرك دكتور عبد الرزاق الشكر الجزيل لمساهمتك معنا. شكرا جزيلا منك، والشكر موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.